بل ممكن الأمور كمان تبقى أصعب يعني مع فترة توقف، يعني توقف دوري، وأكيد مستوى اللاعبين طبعا الفترة دي تأثرت بشكل أكبر، فهتلاقي الأمور كلها معاكسة للتواجد في الدوري والاستمرار في الدوري. طبعا زي ما حضرتك بتقولي، طبعا ما فيش شك، اللعيبه بقى لها 3 شهور ما بتتمرنش، هتيجي في شهر واحد هتلمي، ما فيش مشاكل. انما في الوقت ده بقى هتلاقي اللي عنده لعيبه احسن هو اللي هيكسب، اكيد هو اللي هيبقى كويس، عنده لعيبه كويسه. انما انت علشان تجاري الفرقه اللي انت اللعيبه ومستواها قليل شويه، عشان تجاري الفرقه الكبيره محتاجه فتره اعداد كويسه، تشتغلي فيها كويس قوي 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 عشان تعللهم بدنيا، يحفظوا كويس قوي علشان يوصلوا للليفل الفرق الثانيه. طيب.